بالعودة مشاهدينا إلى تطورات الوضع في الغوطة الشرقية وحملات الاعتقال التي تقوم بها ميليشيات النظام، جهز معنا من جديد يمان السيد مراسل أورينت نيوز مباشرة أو عبر الهاتف هذه المرة من عفرين. أهلا بك يمان. إذا تحدثنا منذ قليل عن حملات الاعتقال التي طالت نساء ميليشيات النظام، احتجزت قافلة كاملة، ماذا لديك من تفاصيل وخاصة هل تبين أي شيء حول مصيرهن؟ نعم هاجر، في الحقيقة يعني بحسب الأعداد التي وصلتنا، الأعداد هي 45 سيدة تم اعتقالهن على إحدى حواجز ميليشيا أسد الطائفية. طبعا حتى هذه اللحظة لم يتبين مصيرهن، إن كانوا طبعا بأحد أفرع النظام أو حتى تم تحويلهم إلى أماكن خاصة بميليشيا أسد كالمدارس أو هذه المناطق التي تحتجز بها السيدات. طبعا بعد أسبوع على اعتقال السيدات كما ذكرت يعني لم يتبين مصيرهن، طبعا كأعداد كبيرة من الذين اعتقلتهم ميليشيا أسد الطائفية خلال الأشهر القليلة الماضية، سواء كانوا متجهين من الشمال السوري إلى دمشق أو حتى من دمشق إلى الشمال السوري. طبعا بحسب ما المصادر التي تحدثت، السيدات كانوا طبعا كان هدفهم الخروج إلى الشمال السوري إما من أجل ذويهم أو حتى من أجل الخروج إلى تركيا بعد أن ضيقت ميليشيا أسد الطائفية بشكل كبير على أهالي الغوطة الشرقية، وخصوصا مع حملة الانتقام التي تقوم بها بحق كل من خرج في الثورة السورية أو حتى كل من كان في الغوطة الشرقية أثناء حصار نظام الأسد. طبعا هذا الأمر لا يتوقف على السيدات فقط التي تم اعتقالهن مؤخرا، إنما هنالك أيضا سيدات تم اعتقالهن من منازلهن في الغوطة الشرقية، وحتى هذه اللحظة طبعا مصيرهن مجهول، لم يكن هنالك أي تحقيقات معهم، لم يتبين أي شيء عن مصيرهن. أيضا يعني من خلال يعني الاعتقال، سبب الاعتقال فقط يمان لمغادرتهن الغوطة باتجاه يعني ذويهم في مناطق أخرى من الشمال السوري. نعم تماما هاجر، يعني حتى أن لم يتوقف الأمر على اعتقال هؤلاء السيدات، هنالك من يقوم بأي مكالمات مع ذويه في الشمال السوري يتم اعتقاله من قبل ميليشيا أسد الطائفية، وهذه الحملة طبعا مستمرة منذ 11 شهرا، أي منذ خروج مقاتلي الجيش الحر وأيضا الأهالي وتهجيرهم باتجاه الشمال السوري. أيضا هنالك طبعا عشرات الاعتقالات يوميا، تطال السيدات، تطال الشبان، تطال الأطفال الصغار، وأيضا تطال الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاما وهم طبعا في أفرع النظام الأمنية. كل يوم أو كل يومين يتم مباشرة يعني التواصل مع أهالي إحدى الضحايا التي طبعا قتلت تحت التعذيب ويتم تسليم الجثة، وهذا الأمر طبعا ما حدث مع شاب من مدينة حرستا حاول الدخول إلى مدينة برزي قبل عدة أشهر، اعتقلته ميليشيا أسد الطائفية ومن ثم سلم بعد عدة أشهر كجثة هامدة نتيجة التعذيب الذي طاله على يعني مدار الشهرين. عن القتل أيضا تحت تعذيب يمان، ليس فقط يعني التضييق في الغوطة الشرقية على المدنيين بحملات الاعتقال، وإنما تكررت في الفترة الأخيرة القتل أو تكرر القتل تحت التعذيب في سجون النظام وتسليم جثامين القتلى إلى أهاليهم، يعني أصبح حتى بطريقة علنية. هل من إحصائية لعدد القتلى حتى الآن؟ نعم هاجر، حقيقة يعني عدد القتلى فقط الذين تم تسليم جثثهم لذويهم سواء في الغوطة الشرقية أو في مناطق ريف دمشق التي شهدت مؤخرا تهجير للعائلات هو 16 شاب، طبعا معظمهم من الغوطة الشرقية من مدينة دوما ومن مدينة حرستا ومن مدينة سقبة وأيضا من حي جوبر الدمشقي، وأيضا يوجد في من القلمون الشرقي ومناطق ريف دمشق الغربي، كان هنالك أيضا تسليم لجثث قتلت تحت التعذيب. حتى هذه اللحظة طبعا الأرقام كما ذكرت هي 16 شخصا، ولكن الأرقام أكثر من ذلك بكثير، ولكن ميليشيا أسد الطائفية تقوم بتسليم الجثث على مراحل وفي أيام محددة من أجل امتصاص ثورة الغضب نتيجة ارتكابها لهذه الجرائم وأيضا القتل المتعمد واعتقال الشبان، لذلك هي تقوم كما ذكرت اتباع سياسة من أجل تسليم هذه الجثث. طبعا الذين قتلوا
يمثلوا تحت التعذيب فقط من الذين تم اعتقالهم مؤخرا أعداد كبيرة، ولكن كما ذكرت تحاول ميليشيا أسد الطائفية امتصاص فورة السكان كأن يكون هنالك حراك شعبي أو مظاهرات ضد انتهاكاتها وأيضا تضييقها على المدنيين. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل يمان السيد، مراسل أورينت نيوز حدثنا من عفرين عبر الهاتف.